الغدة الكظرية، الغدة النخامية، الغدة الدرقية، كل دول لهم تأثير على الضغط ويعلوه. ارتفاع الكورتيزون في الدم من الغدة يعلي الضغط، ارتفاع هرمون تاني اسمه الدسترون يعلي الضغط. في هرمون مهم جدا ربنا عامله لنا للمشكلة، حتى انا مسميه هرمون للطلبة، يعني عشان ايه؟ ما هي المحاضرة بتبقى في كلية الطب، ربنا يوريكم رزلة جدا جدا جدا. فأنا مسمي الهرمون ده هرمون البخ، يعني ما واحد يقول لك بخ الهرمون ده يطلع، ما في الطبيعي ما يطلعش خالص. أقول لك بخ يطلع لك هرمون، ليه؟ استعداد. بلاش بخ بقى حولها الأسد طلع لك، مش أنت عايز قوة وعايز قلب وعايز سكر و استعدادا ان اجري واسيب الاسد؟ هو الهرمون ده كده. عشان كده والله ما في صفحه تقرا في الطب الا ومعها سبحان الله، والله سبحان الله. عامل لك غده استعداد للبخ، طلع لك اسد، الهرمون يعلي السكر في الدم لانك هتجري. بيعمل ايه الهرمون ده؟ يبطل الانسولين، لو سمحت ما تشتغلش دلوقتي، الراجل ده عنده مصيبه عايز يجري منها. يعلي ضربات قلبك، يخلي ضربات قلبك بدل 70 140 عشان تقدر تجري. يقوي لك عضلاتك، يخليك تعرق عشان درجة الحرارة دي هتعرق وانت بتجري، يبقى لازم بيعمل عمايل اللي هو الادرينالين واللا ادرينالين اللي هم من الغدة اللي داخل الكلى. طب افرض طلع ورم فيهم، هيفرزوا من غير بخ؟ وانا قاعد في حالي كده يفرزوا، يعلوا ضغطي. الضغط في هذه الحالة بيبقى نوبات.